السلام على المعذب في قعر السجون وظلمات الطوامير، السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام عليك يا كاظم الغيظ ويا باب الحوائج. من الصدف الجميلة في هذا العام أن تجتمع ذكرى استشهاد الشهيد عبد الكريم فخراوي الذي استشهد في طوامير الظالمين وفي التعذيب القاسي الشديد، مع ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام الذي أيضا قضى حياته في السجن وفي التعذيب وفي العبادة وفي مقارعة الظلم والطواغيت. روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: رحم الله عمي العباس، فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. في المواقف الصعبة وعندما تقرع طبول الحرب وفي الامتحانات الكبيرة، ما أحوجنا إلى البصيرة وإلى صلابة الإيمان. لا يكفي أن يكون لدينا بصيرة فحسب، لأن حينما تقرع طبول الحرب تضطرب القلوب وتتزلزل الأرض تحت أقدام الناس، ويسقط في هذه الظروف الكبار والأسماء الكبيرة، ويبرز بعض الأشخاص الذين قد يكونون مجهولين بين الناس، ولكن هذه الظروف الكبيرة والامتحانات الصعبة والحوادث المرعبة تمحص الأمة فترفع قوم وتنزل آخرين. عندما يتحلى الإنسان بالبصيرة يستطيع أن يشخص الموقف الذي ينبغي عليه أن يتخذه، ويستطيع أن يشخص الحملات الإعلامية التي يستخدمها العدو، فلا يخاف ولا يتزلزل، ويؤثر ذلك على إيمانه وصلابة إيمانه. أما صلابة الموقف وصلابة الإيمان، صلابة الإيمان هي التي تؤثر على موقف الإنسان في هذه المواقف الحساسة والصعبة والخطيرة. روى لي أحد المقربين من الشهيد فخراوي بأنه حينما أعلن عن قانون الطوارئ وبدأوا يداهمون المنازل، داهموا منزل الشهيد فخراوي. حينها قرر الشهيد فخراوي أن يتجه إلى مركز الشرطة ليستفسر. قالوا: ألا تخاف؟ يعني الآن اللي يدخل السجن ما معلوم يطلع، بل اللي يدخل مفقود والخارج مولود. قال: من كان مع الله لا يخاف. كان الموقف بالنسبة إليه واضح، وكان صلب الإيمان، لذلك لم يتزلزل ولم يتردد ولم يخاف. من عاش تلك الظروف وقت الذي دخل فيه درع الجزيرة إلى البحرين بلغت القلوب الحناجر، وغابت كثير من الأسماء اللامعة عن المشهد، ولكن الشهيد فخراوي كان يرى أن الموقف هو يحتاج إلى موقف تحدي، وبدلا من أن يهرب ويختبئ كان يرى أنه يذهب ويواجههم حتى في داخل مركز الشرطة. عندما ذهب كان يعلم أنه قد لا يخرج من السجن. عندما دعيت في ساحة المقشع للحديث عن شهادة
الشهيد فخراوي وما جرى في السجن، تحدثت عن ما جرى من أحداث، وقد كنت شاهدا على شهادة الشهيد فخراوي داخل السجن. عندما نزلت من المنصة جاءني المرحوم شاب ناصر الرس فقال لي: نعم أنا أشهد بأن ما قلته صحيح، ولكن أضيف لك شيء، أنا كنت قريب من غرفة التعذيب، وكلما عذبوا الشهيد فخراوي كنت أسمعه يكبر وهم يضربوه ويعذبوه وهو يرفع صوته بالتكبير. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الناصر الإسلام! الناصر الإسلام! الناصر الإسلام! الموت يا الخليفة! الموت يا الخليفة! الموت يا الخليفة! الموت يا مسعود! الموت يا مسعود! الموت يا مسعود! من السهل الحديث هذا الكلام ونحن نعيش ونحن جالسين على هذه الكراسي، ولكن من الصعب جدا التفكير في هذا التفكير وأنت تحت التعذيب وأنت في سرداب القلعة والوحوش تحتوشك من كل مكان. أصلا أصل التفكير في الموضوع صعب، فضلا عن اتخاذ الموقف الشجاع والجريء في أثناء التعذيب يقوم يرفع صوته بالتكبير في وجه الجلادين، لذلك هم عذبوه حتى وقع على الأرض لم يستطع أن يتنفس ولا أن يحرك ساكنا. هذا الموقف لا يمكن أن يكون موقفا عابرا، هذا لا يستطيع إنسان أن يتخذ هذا الموقف إلا أن يكون قد ربى نفسه تربية إيمانية قوية بحيث جعلته يستطيع أن يقف في وجه الجلاد ويصرخ في وجه الجلاد ويتحدى الجلاد حتى اللحظة الأخيرة التي لا يستطيع أن ينطق بها كلمة أو حرف واحد. لذلك أعتقد أن الشهيد فخراوي رضوان الله تعالى عليه مثل صدمة للناس، كثير منا لا يعرف من الشهيد فخراوي إلا أنه تاجر، وعادة التجار يبتعدون عن مواطن الصراع مع الطغاة والمجرمين ويحاولوا أن يحافظوا على أموالهم ومصالحهم ولا يحاولون أن يدخلوا في مشاكل مع السلطات، إلا أن الشهيد فخراوي كل مكان تبحث عن عمل خير تجد هناك بصمة للشهيد فخراوي رضوان الله تعالى عليه، كان يحمل هم الإسلام. لذلك هو أسس مكتبة فخراوي لا من أجل جمع الأموال، بل كان عنده فكرا رسالية يريد أن ينشر الفكر الإسلامي والفكر الرسالي في البحرين، أسس هذه المكتبة وبدأ ينشر الأفكار الإسلامية من خلال هذه المكتبة. وحينما نلتقي ببعض عوائل الشهداء قبل شهادة الشهيد فخراوي كنا نسمع بعض عوائل الشهداء أن الشهيد فخراوي كان يوصل لهم بعض المساعدات، كثير من الفقراء كان الشهيد فخراوي يحاول أن يوصل لهم المساعدات المالية، كان يحمل هم الناس وآلام الناس. أنا لم أكن أعرف الشهيد فخراوي إلا بعد شهادتي أن هذا الشخص هو الشهيد فخراوي، كنت أراه كثير في المحافل، حتى أني لم أذكر أن ذكرى تأبين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كانت تقام في كل عام في مسجد مؤمن في المنامة، في كل مرة أذهب إلى حضور هذا التأبين كنت أرى الشهيد فخراوي، كنت أظن أنه هو السفير الإيراني لأنه كان يلبس الزي مثل الزي الإيراني، يلبس بدلة بس من غير نكتاي، أنا كنت أظن أنه هو يعني السفير الإيراني في البحرين، ما كنت أعرف أن هذا الشهيد فخراوي. بعد خروجنا من السجن شاهد صورة الشهيد فخراوي عرفت أوه هذا كنا نراه كثير في مسجد مؤمن ونراه في حضور تابين الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. لذلك أعتقد أن مثل الشهيد فخراوي ينبغي أن نفتخر فيه وينبغي أن تسلط الضوء على شخصيته وأن نبرزه. تاريخ التعذيب في البحرين ليس تاريخا جديدا،
هو على امتداد حكم آل خليفة كان هناك يتساقط لنا شهداء تحت التعذيب، وهذا إن دل على شيء دل على أن هناك منهجية عقلية التي تحكم البحرين هي عقلية عنجهية لا تفهم إلا لغة فرعون، لو قطعنا أيديهم وارجلهم من خلاف ولأصلبنهم. هذه العقلية هي التي تحكم البحرين، العقلية الفرعونية. لذلك في عام 1975 عندما صار قرار بإلغاء البرلمان أو المجلس البرلماني في ذلك الوقت وإقرار قانون أمن الدولة، بعد ذلك في ذلك الوقت كانت المعارضة تتمثل في المعارضة الليبرالية، أول من قتل تحت التعذيب في ذلك الوقت هو السيد هاشم العلوي أحد المنتمين إلى الجبهة الشعبية لتحرير البحرين آنذاك اللي هي الآن جمعية وعد. في عام 1980 بعد استشهاد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه خرجت التظاهرات في البحرين اعتراضا على شهادة الشهيد الصدر وإعدام الشهيد الصدر من قبل المجرم صدام حسين. اعتقل الشهيد جميل العلي وعذب تعذيبا شديدا واستشهد بسبب التعذيب في داخل السجن. أثناء كسر فاتحة الشهيد جميل العلي اعتقل الشهيد عبد الكريم الحبشي أيضا من المنامة وعذب حتى استشهد، وهو الآن مدفون بالقرب من قبر الشهيد جميل العلي. إلى استشهاد الشهيد مهدي زين الدين، شهيد مهدي زين الدين هو من الشهداء الذين أو من المعتقلين الذين اعتقلوا في قضية 73 وتم تعذيبه تعذيب شديد حتى أصيب بمرض السرطان، وعندما خرج من السجن استشهد. في التسعينات بدأت قافلة الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب بالشهيد السعيد الشهيد سعيد الإسكافي عندما اعتقل وعذب واغتصب في داخل السجن حتى استشهد، وأيضا الشهيد السعيد سيد علي سيد أمين والشهيد نوح آل نوح والشهيد محمد الصياح والشهيد ياسر سديف. كل هؤلاء الشهداء الذين كانوا في فترة التسعينيات الذين استشهدوا تحت التعذيب. أما الشهداء الذين استشهدوا في هذه الثورة المباركة كان الشهيد فخراوي هو الشهيد البارز واللامع من بين الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب وفي طوامير السجن، وأيضا الشهيد حسن جاسم والشهيد علي صقر والشهيد العليوات، وهكذا هم الشهداء الذين يتساقطون تحت التعذيب. الذي أريد أن أشيره هي هذه النقطة وأختم إن شاء الله، أننا حينما نتكلم عن شهادة شهيد تحت التعذيب نمر عليها مرور الكرام وكأن الشهادة مثل بقية الشهداء وبقية الشهادات. لا، الشهيد الذي يستشهد تحت التعذيب يموت 1000 مرة قبل شهادته. الذين يعذبون الشهداء عندما تخرج جنائز الشهداء وأجساد الشهداء نرى حجم التعذيب وبعض آثار التعذيب الظاهر على أجسادهم، ومنهم الشهيد عبد الكريم فخراوي. الطغاة المجرمين يتفننون وهؤلاء الجلادين يتفننون في تعذيب الناس، فهم يعذبون حتى يصل إلى مرحلة يجدون أنه سيفقد الوعي فيتوقفون عن التعذيب إلى أن تعود له الحياة من جديد ويمارسون التعذيب عليه من جديد. لذلك الشهيد فخراوي حوالي 5 أيام كان تحت التعذيب حتى استشهد. 9 أيام. طوال هذه الأيام كان يتعذب معنا في داخل سرداب القلعة، كان دائما يمارسون هذه الطريقة، يبدأون بالضرب والصعق الكهربائي والتعليق والحرمان من النوم لمدة طويلة. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة يفقد فيها الوعي يأخذونه فيسكبون عليه الماء البارد، لأن كثرة التعذيب وكثرة الضرب وكثرة الصعق الكهربائي يفقد الجسم
الإحساس وبالشعور بالتعذيب. هم من يرون المعذب يتوقف عن الصراخ أو يتوقف عن الحركة، هم يأتون بالماء البارد ويسكبوه على جسد الضحية لكي يعود له الإحساس من جديد، يجعلونه يرتاح قليل. إذا وجدوا عادت له حياته وعادت له أنفاسه يمارسون التعذيب عليه من جديد. لذلك أنا ذكرت في هذه المرة الثالثة أتكلم عن شهادة الشهيد فخراوي. الشهيد فخراوي كنت أسمع صراخ الشهيد فخراوي وكنت أسمع صراخ الجلادين وهم يضربونه. بعد فترة، لأن احنا طوال الوقت يعني 15 يوم كنت أسمع إما صراخي وأنا أصرخ من التعذيب أو أسمع صراخ الآخرين وهم يعذبون في داخل الزنزانات. كانت غرف التعذيب قريبة من أماكن التي نحتجز فيها، فكنت أسمع صراخ المعذبين. في ذلك اليوم توقف صراخ المعذب وبدأ صراخ الجلادين يصرخون عليه، يطلبون منه أن يقف ويطلبون منه أن يعترف، لكن ما وجدوا تجاوبا من الشهيد فخرجوا. كنا في الممر وطلبوا من الشرطة الموجودين في الممر أن يسارعوا لمساعدتهم في داخل الغرفة. نحن مصمدين ومكبلين من الخلف، ما كنا نعرف ما الموضوع. بعد قليل وجدتهم فتحوا عليكم السلام عليكم. وجدتهم فتحوا باب غرفة التعذيب وبدأوا يجرون جسد الشهيد. أنا ما كنت أرى، ما كنت أرى شيء، فقط أرى من خلال الصماد التي كانت على عيني، كنت أرى فقط أقدامي وتحت أقدامي، لأن كنت أحاول أن أرى من تحت الصماد لأن كان شيء مثير. فالممر ضيق، فجاءوا وجروا جسد الشهيد، ما كانوا يحملونه، كانوا يجرونه يعني، فكانوا يجرونه في الممر. وصلوا بجواري، كانوا ثلاثة الذين يجرون جسد الشهيد، ووصلوا إلى مسافة قريبة وأنزلوا جسد الشهيد وبدأوا يضربونه مرة أخرى ويطلبون منه أن يقف. الشهيد ما كان يتجاوب معهم، ما كان يستطيع أن يتجاوب معهم، فبدأوا يصرخون عليه، يسبونه كعادتهم، كانوا يسبونه ويطلبون منه أن يقف على رجليه ويتجاوب معهم، ما كان يستطيع يتجاوب. بعد ذلك بدأوا يخاطبونه بالفارسي، بولنشو بولنشو. هو الشهيد ما كان يتحرك، ما كان يجاوب، ما كان. أنا كنت أسمعهم يتحدثون، يقولون أنه وصخنا، يعني يبدو ما أدري هو استفرغ أو شيء من هذا القبيل. كانوا يتكلمون فيما بينهم أنه وصخنا هذا، كانوا يسبونه وكذا. بعد ذلك جاءوا لنا، أخذونا، أدخلونا داخل الزنزانات، لأن كنا في الممر، أدخلونا داخل الزنزانات وجروا الشهيد إلى داخل حمامات القلعة، وهناك شغلوا الماء عليه. بعد قليل يعني كنت أسمعهم يصارخون بس ما كنت أعرف الكلمات، ما أفهم الكلمات بشكل واضح. بعد مدة عم الصمت في داخل سرداب القلعة وأخرجوا جسد الشهيد، يبدو أنهم نقلوه للمستشفى، لكن فارقت روح الشهيد جسده الطاهر. وفي الليل، في الليل تم استدعائي للتحقيق من جديد، أخذوني إلى غرفة المحقق، كان محقق أردني، فكان يطلب مني أن أعترف. أنا كنت أجيبه أنا ما عندي شيء أعترف عليه، فبدأ يهددني، قال لي إحنا اليوم قتلنا شخص وإذا لم تعترف إحنا سنقتلك يعني، فإحنا ما عندنا مشكلة، الآن إحنا في فترة الطوارئ وعندنا إجازة بأن نقتلكم ونبيلكم عن بكرة أبيكم. كانوا يتباهون بهذا الأمر طوال فترة التعذيب، فكان يهددني إذا ما تعترف راح نقتلك، إذا ما عندي شيء أعترف عليه. بدأ يعذب وكذا وأخذوني.
بعد مدة، بعد عدة أيام نقلوني إلى سجن الحوض الجاف. في سجن الحوض الجاف بعد مدة جابوا لنا بالسيد عبد النبي، السيد عبد النبي الموسوي، وهو أحد المتهمين مع الشهيد فخراوي في القضية. عندما جاء أخبرنا أن الحاج عبد الكريم فخراوي قد استشهد تحت التعذيب في سجن جهاز الأمن الوطني. أنا سألته متى كان كذا، وقال لي في نفس التاريخ الموجود التي كنا نحن موجودين فيها في غرف التعذيب في سرداب القلعة. أنا قلت له أنا شفت جسد، شفت كذا، بس أنا ما أعرف الشهيد فخراوي ولا أعرف هل هو كان تخويف لي أو هو حقيقة استشهد الشهيد فخراوي. إلى أن خرجنا من السجن وصدر تقرير بسيوني. عندما صدر تقرير بسيوني قارنت التواريخ وقارنت الأحداث وعرفت أن الشهيد فخراوي هو الذي استشهد في سرداب القلعة، وأنه هو الذي جروه من جوارنا. رحم الله الشهيد فخراوي، ورحم الله شهداء الإسلام، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة لروح الشهيد ولأرواح الشهداء.